احتضنت مملكة البحرين البرنامج التدريبي التخصصي المتقدم الذي نظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع معهد البحرين للتدريب تحت عنوان تدريب المدربين في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد العربي للتخطيط في الدول الأعضاء في مجلس الأمناء. بهذه المناسبة افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البرنامج التدريبي الذي شارك فيه 29 مشاركا من 13 جهة حكومية وأهلية بحضور الأستاذة نوال الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات عضو مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط وعدد من المسؤولين. وقد ألقى الوزير كلمة أكد فيها أهمية إعداد الكوادر العربية في مجال التدريب على ريادة الأعمال لتوفير شبكة من المدربين المعتمدين لدعم الجهود الرامية إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب بين الخريجين، مشيرا إلى جهود الوزارة في هذا المجال من خلال تطوير التعليم الفني والمهني بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبيوت الخبرة العالمية والتنسيق مع القطاع الخاص الوطني في مجال التدريب في مواقع العمل وتحويل عدد من المدارس الثانوية العامة إلى مدارس مستوعبة للتعليم الفني والمهني للتشجيع على ريادة الأعمال وتضمين المقررات الدراسية بمؤسسات التعليم العالي ما يعزز مفاهيم ريادة الأعمال وممارساتها واستحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مضيفا بأن هناك توجها لجعل ريادة الأعمال مقررا إلزاميا في العديد من التخصصات الأكاديمية سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، إلى جانب الدور الذي يقوم به معهد البحرين للتدريب الذي يوفر لمتدربي فرصة الحصول على مؤهلات وشهادات احترافية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل أو المبادرة بإنشاء أعمالهم الخاصة.